بيكم يا أهلا وسهلا، كل سنة طيبين ومسابقة عظيمة إن شاء الله، ودائما نحتفي دائما بهذه المسابقة الكريمة كل رمضان وكل أيام للحصاد لهذه المسابقة الرمضانية. جريدة عزيزة علينا جدا وتربينا عليها منذ الصغر، وبالتالي فلا بد أن نكون دائما إلى جوار جريدة أخبار اليوم التي هي تعتبر جزء من حياتنا. هذا أمر. الأمر الآخر إن هذه المسابقة مسابقة دينية، ونحن إذاعة القرآن الكريم لابد أن تكون حريصة على أن تكون موجودة في كل هذه المناسبات الدينية في ربوع مصر جميعا. لما وجهت لي الدعوة أنا ما تأخرتش، ويعني أنا سعدت جدا بأنه أخبار اليوم متبنية قراءة القرآن وحفظه، وأتمنى أنها يعني تتبنى قضايا كتير مهمة في حياتنا. والنهاردة شفت الحقيقة جمع طيب جدا، وبشكر أسرة أخبار اليوم على هذا الجهد. مصر محتاجة جهد من كل المصريين. مصر بلد مهمة جدا عبر التاريخ، مهمة جدا حتى يعني عبر ما نقرأه حتى في القرآن الكريم، إنه ربنا لما حب ينصب سيدنا يوسف على خزائن الأرض نصبه على حكم مصر. فأنا عايز أقول إنه رزق ربنا لا ينفذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الجهد المشكور من دار أخبار اليوم ليس جديد عليها، ولكن هي دائما كانت تتبنى هذه الأفكار الطيبة وخدمتها لكتاب الله عز وجل لا يقل عن خدمة وزارة الأوقاف، فهم يخدمونه من زاوية إعلامية، وتكريم حفظة كتاب الله عز وجل هو ترسيخ لمبادئ التدين في هذه المؤسسة الصحفية العريقة التي كما قلت في كلمتي يقرأ هذه الصحيفة أو يستفيد منها أكثر من 7 مليون موظف دائما يبحثون عن الخبر في دار أخبار اليوم. يعني هذه الجريدة التي تحظى بالقبول لدى الجماهير، وهي تعد من الصحف الأولى في مصر.